صباح الخير يا عرب. اليوم الشمس صيف، اليوم وبكرة الدنيا صيف نظامي، وضع صيف. المدارس بعد 10 أيام بلش الاستعدادات الشعبية لاستقبال المدارس. كلها الزراعة شيء، هدول العاملات بالحقل الزراعي هون. هي 10 أيام تفتح المدارس استعدادات، الكل بانتظار بعد 4 أشهر وتقريبا ونص. أنا سامع صوت غناء صيني قديم، بدي أتوجه لعندهم. يعني هاي الحديقة هون قسم الختايرة، كبار السن كبار القدر، حاليا باتجاههم. هي يا تفضل اهلا. هون الفرقة الموسيقية الوطنية موجودة حاليا هون. اهلا 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 بجميع متابعينا، صباح الخير. هاي حديقة كبار السن بعد ما طلعوا على المعاشات موجودين. نها طبعا انتقل إلى الفرع الآخر، تفرج عليهم هون. هذا الشيء يمكن اسمه ضمان الشيخوخة، جيد جدا انه خلصوا شغلهم بحياتهم بشكل يومي، بيطلعوا على الحدائق بيلعبوا بتسلوا بيغنوا. اليوم درجة حرارة جدا عالية، يمكن درجة حرارة 29، عادة المنطقة هي بتكون 18 20.